أنا مو جاي أحمل طرف من الأطراف. كما أن الحكومة عندها تقصير، المجلس انشغل بالصراعات وضاعت البلد، وأصبحنا واصلين لمرحلة من اليأس مرعبة ومخيفة. نحن في مفترق طريق، أو نقوم من هذه الكبوة وننهض ونحقق التعاون، أو يتمكن منا اليأس لا قدر الله. احنا على أبواب شهر فضيل، شهر رحمة وبركة، وأنسب وقت أن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة، وأن تكف أبواق المتصارعين عن زج البلد في مزيد من الخلافات. حرصت أني دائما أكون حمامة سلام لتمرير كثير من القوانين المهمة، منها قانون التقاعد المبكر اللي البعض يعتقد أني قاعد أكلم فيه كبار السن. لا، أنا بهذا كبير السن بشكل مباشر يطلع للتقاعد حتى تتوفر الوظيفة للشاب. لكن الصراع اللي صار في البلد شوه حتى القانون، وبلوني في أشياء أخرى أنا غير مسؤول عليها. يا أخوان، أنا اليوم في معركة انتخابية. هذه المعركة الانتخابية فيها كثير من الإشاعات واللغط والهمز واللمز والقمز للزج بمزيدا من الخلافات. يا أخوان، الخلاف ما راح يؤدي إلى نتيجة. الخلاف راح يخلينا مكانك سر. الخلاف راح يخلينا ندفع الثمن بالإحباط أكثر. المشاكل كلها معروفة. أقول لكم على الطرق، أنتم كل يوم على الطرق تمشون وشايفين أحوالها. أقول لكم على تردي الخدمات، على قلاء الأسعار، على وقف فرص العمل. مو معقولة يا أخوان، وقف فرص العمل 67% تقريبا من العمالة الوافدة تشتغل في القطاع النفطي وعيالنا واقفين. وعيالنا ما راح يتوظفون إذا هذه أحوالنا، إذا المجلس غير قادر على عقد جلسات، إذا المجلس أولويته سوق البل والناس معطلة وظائفها، ما راح يمشي الحال. لا حد يقولكم إن راح تتحدى الأوضاع ما لم نكون مستقرين. ربما الذي يتلقى المعلومة الآن تصل إليه الفكرة. أنا أعتقد ببساطة شديدة لن نخرج من هذه الكبوة ما لم نستقر، وأنا جاي أدفع بالاستقرار والتعاون وحماية المكتسبات الشعبية.